احنا الشهيد محمد الزويري هذا شهيد عل وهذا ذو قيمة وقامة. احنا كبلدية العين ارتأينا من اليوم الثاني لاغتياله على يد الغدر الصهيونية، باش اقل شيء نجم نعملوه ليلو هو نعملوا شارع اللي يسكن فيه سي محمد الزويري باسم الشهيد محمد الزويري، واكبر ساحة في بلدية العين باسم الشهيد المهندس، هنا عملنا المهندس باش نظهروا القيمة العلمية نتاعو محمد الزويري، وكذلك ماشي في المقبرة نتاعو عملناه كله رخام وفيه معناها بلاكة كبيرة برشا مكتوب عليها لائحة كبيرة مكتوب عليها الله أكبر وعلم تونس، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعملنا هذه احنا ثم جماعة سألوني علاش الخام، على خاطر عاد نحن حي ماهوش ميت. مجسم الطائرة؟ مجسم الطائرة هو في المكان هذا بالضبط، بلدية العين بالرئاسة نتاعها وبال إعانة مع بلدية صفاقس مع المدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد العالي للفنون الجميلة ومع جمعية نهوض منطقة العين ومع جميع مكونات المجتمع المدني وكل الأحرار اللي يحبوا يساهموا في التسليم. هذا مجسم بتاع طائرة غواصة، مهما إنسان معنى يدافع عن القضية الفلسطينية اللي هي قضية الأمة العربية وقضية الأمة الإسلامية وأحرار العالم أجمع. وشكرا. بارك الله فيك على التصريح، مشكور. خليها مقومة باش نعمل لها طريق كله ونصفوها.